أحمد فتوح حكايته كتير فتوح. هقولك الخبر وبعد كده أعلق عليه. النهاردة أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال إن قرار النيابة النهاردة بحبس أحمد فتوح لاعب الفريق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية دهسه لأحد الأشخاص بسيارته على طريق الساحل الشمالي فجر اليوم الأحد. النيابة أمرت بإجراء التحاليل الخاصة بالمخدرات بالنسبة للاعب، وأحمد فتوح أدلى بأقواله اليوم أمام النيابة، كما استبعت النيابة الأقوال محمد صبحي زميله بالفريق اللي كان يرافقه في السيارة أثناء وقوع الحادث. المستشفى استقبلت المستشفى العالمين النموذج استقبلت جثة المواطن اللي يبلغ من العمر 54 سنة ومقيم في الإسكندرية، وتم نقله إلى الثلاجات لحين الانتهاء من الإجراءات. الحادث حصل أثناء عودة فتوح وصبحي إلى القاهرة من العالمين، وأحيل فتوح إلى النيابة العامة. طيب بص، فتوح قصصه كتير وحكاياته كتير، والأحداث اللي حصلت مع فتوح قبل كده ما كانتش أحداث عظيمة، بس في نقطة مهمة جدا في الأمور اللي زي دي برضه هنصح نفسي وأنصح حضراتكم معايا فيها. ما نسيب التحيات تاخد مجراها. يعني إيه؟ يعني تحليل المخدرات والحادثة حصلت إزاي والتفاصيل دي كلها، والنيابة العامة تحقق في الأمر. بعد ما النيابة العامة تحقق في الأمر وبعد ما يثبت على اللاعب أي شيء أو لم يثبت نبقى نتكلم في الأمور اللي زي كده. يا جماعة اعتبروا إن البني آدم دوت بني آدم في وضع صعب جدا، وأكيد فتوح في حالة صدمة وأموره صعبة جدا، فنستنى شوية وما تزودهاش. يعني إيه ما تزودهاش؟ يعني مش ناقصة، هي كده كده أصلا الدنيا فيها مشاكل كتير بالنسبة له في الحكاية ديت، مش محتاجة إشاعات زيادة. يعني كده كده خلاص هو أوريدي وصل لحتة خطيرة جدا، ربنا يا رب يعني ينجيه منها لو إن شاء الله ما كانش عمل حاجة فيها مشكلة. لو عمل خلاص هيتحاسب، في نيابة عامة بتحققه وهيتحاسب. نصبر بس، نصبر ببساطة. أنا مش بقول إن هو مش هيبقى مدان، وارد جدا يبقى مدان، لما يبقى يدان نبقى نتكلم ساعتها ونقول ليه اللي وصل أحمد فتوح لهذه النقطة.